هل تحالف إيلون ماسك سراً مع الصين؟ للمرة الأولى قائمة حكومية محلية تدرج تسلا ضمن السيارات الكهربائية التي يمكن للمجموعات الحكومية والحزب الحاكم شراؤها. القائمة نشرتها مقاطعة جيانغسو، وهي تضم 10 شركات جميعها إما صينية وإما مملوكة لجهة صينية باستثناء تسلا، بحسب تقرير لفاينانشال تايمز. الخطوة الصينية قد تفسر بأنها تشجيع لإيلون ماسك للاستمرار في الاستثمار في الصين، فشركته لديها مصنع ضخم في شنغهاي يتركز فيه نصف إنتاج تسلا العالمي، فيما تشكل الصين 20% من مبيعات الشركة. وفيما تواجه الصين حرب رسوم على سياراتها الكهربائية من أمريكا وأوروبا، يقف ماسك في موقع مختلف، حيث زار الصين بشكل مفاجئ في أبريل الماضي والتقى عدداً من المسؤولين الصينيين، وأعلنت تسلا بعد ذلك بوقت قصير عن اتفاقية مع شركة بايدو الصينية لاستخدام أنظمتها للخرائط والتتبع لتمهد الطريق أمام إطلاق تقنية القيادة شبه الذاتية. وتقوم حكومة شنغهاي باختبار 10 سيارات لتسلا مزودة بأنظمة القيادة الذاتية على بعض شوارع المدينة.